أنت أكثر شخص مؤمن بمشروع عماد محمد، ليش هذا الرجل دائما يتعرض إلى انتقاد وغير ذلك؟ شوف، هي مو قضية أنه مؤمن بمشروع عماد محمد، أنا مؤمن بكل شخص أنه أعرفه، أنه أولا إذا تكلمنا على جانب أنه نزاهة المدرب أو الشخص المعني بالإدارة، مؤمن به حقيقة مؤمن، ليش؟ أنا أعرف الكثير من الإخوان سواء عماد محمد أو باقي الإخوان على مجال التدريب وحتى على مجال الإدارة، أنه مؤمن بمشروعهم لأنه من ناحية النزاهة نزيل، لأن إحنا أنا أشتغل في مجال الرياضة، معني أشوف أشياء حقيقة غريبة، لذلك يعني أحيانا كابتن باسم، تحياتنا إلى كابتن باسم قاسم، تدري جنرال ضابط، وأنا أطلقت عليه كلمة الإنسان حقيقة، يقول في إحدى يعني الدورات أو أنه دائما يعلمون ضباط يعني ضباط التحقيق أن الشك، أن الشك على المتصل يعني للجريمة، يعني حسب ما نتعلمنا من أستاذنا وأخونا كابتن باسم، يعني أنت أحيانا نحب الفرق يعني أنه من تتعامل مع أنت مو شك بهم، لكن من خلال تعاملك وياهم او الشك البسيط بالنسبه لك انه توضح لك الحقيقه بالنسبه ان الناس الاداريين كيف حتى الجوانب الفنيه، يعني قبل انت كنت تسمع وانا اسمع انه بالفئات العمريه فساد، انه بالفئات العمريه لا مدربين ياخذون كذا او مدرب ياخذون، الان انقضت بوجود من؟ بوجود عماد، بوجود احمد كاظم، بوجود راضي الشيشي، وانا على يقين انا مو يعني انا للامانه هسه انا رجل ما تربطني يعني كلهم عماد اخوي واحمد اخوي وراضي، لكن ممكن بالعلاقات بالطبيعي خاطر اكون وياك واضح، الاقرب الي هو عماد محمد، اقرب من راضي واقرب من احمد، لكن مو معناها انهم اخواني، اخواني الكبار وجه كل الاحترام، لكن انا اعرف تربيه هاي الناس، يعني انا مطمئن اليوم من ادز ابني، رغم انه انا دزيت مثلا واحد من الناس اللي دزيت ابني لاحمد كاظم، هو مو انا دزيته، هو اختاره مدرسه التخصصيه مال الموهوبين فاختاره ورا فتره طلعه، هل من المعقول اجي اتجرأ واغلط واتجاوز على احمد كاظم وان نقول مدرب كذا وكذا؟ لا، وجهه نظري انه ابني خوش لاعب، وجهه نظر احمد ابني مو بعد ما انه صار خوش لاعب، ممكن بالمستقبل القريب يصير، لكن ما نشكك بهم مدربين على مستوى لاعبين كره قدم، اليوم منهم احتراماته واكبر من اسم راضي او احمد او عماد؟ منو انزه من عتهم؟ ولد قاعد يشتغلون وماشي، فلذلك انا مؤمن باي مشروع انه تلزمه شخصيات مثل راضي واحمد كاظم وعماد او على مستوى الاداري شخصيات عندي يعني في بالي، بما انه تسالت على جوانب فنيه، مؤمن بشخصيات اداريه ان شاء الله نعول عليها انه تنقذ الكره العراقيه من مافيات الرياضه. شككون بعماد محمد؟ ستطلع وجهه نظرك تقول عماد مو خوش مدرب، طبيعي جدا، مثل ما اليوم يجي واحد يقول على فريد مجيد مو خوش مدرب مثلا، او مثلا يجي شخص يقول مو خوش اداري، حاله طبيعيه جدا، لكن السئله او سوي هجمه يعني باتجاه صراحه انا اعتقد معيبه بحق كل شخص، خصوصا اذا شخصيه خدمه الكره العراقيه. الحقيقه كان قرار اكثر من رائع.